ومشاهدينا الكرام، مباشرة ينضم معنا عبر سكايب من رام الله نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات السياسية. أهلا ومرحبا بك سيد نهاد. اليوم نحن في اليوم 30 من الحرب في غزة، ومع هذه العلامة الفارقة كيف تقيمون ما حصل على مدى الشهر الماضي من الناحيتين السياسية والإنسانية على وجه الخصوص؟ تحياتي لكم. الحقيقة يعني ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في غزة هو حرب إبادة بكل ما في الكلمة من معنى، حيث القصف المتواصل الذي لا ينقطع لا ليل ولا نهار ولا يستثني لا مكانا ولا مؤسسة ولا منشأ لا مقاتلين على الإطلاق، وأوقع حتى الآن أكثر من 10,000 شهيد ونحو 30,000 جريح، بالإضافة إلى تدمير أكثر من نصف المساكن في قطاع غزة. كل هذا بالإضافة إلى حرمان الناس من أبسط مقومات الحياة الإنسانية. حرب إبادة بمعنى الكلمة، وتنطوي على 3 أنواع من جرائم الحرب، وهي جريمة التطهير العرقي، وجريمة الإبادة والقتل دون تمييز للمدنيين، وجريمة العقوبات الجماعية. رغم ذلك ما زالت إسرائيل تحظى بضوء أخضر مفتوح من قبل الإدارة الأمريكية والغرب، لكن يعني لا توجد خيارات أمام الشعب الفلسطيني. هي بالمناسبة يعني أنا أؤكد أن هذه حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني وليس على حماس أو على فصائل المقاومة، علما أن كل فصائل المقاومة يعني تجابه العدوان الإسرائيلي وليس فقط حماس، وبالتالي ليس أمام شعبنا أي خيار سوى البقاء في وطنه والصمود. ربما يعني أيضا نعلق بعض حالة النهوض ولو البطيئة والتدريجية للشارع العربي والأوروبي والإنساني بشكل عام، حتى في الولايات المتحدة و المدن الرئيسية في الغرب. هذه تؤثر في نهاية المطاف، لكنها بلا شك بطيئة أمام حالة يعني الانحياز الأعمى والمطلق من قبل دوائر الغرب الرئيسية لإسرائيل. أما على مستوى الأهداف السياسية والعسكرية لهذه الحرب، إسرائيل أعلنت منذ البداية أنها تهدف إلى تحقيق هدفين، هما استعادة والقضاء على حماس. أنا تقديري أن الهدفين هما غير واقعيين على الإطلاق. اولا، حماس هي تيار سياسي، هي موجوده حيثما يوجد الناس، ربما يعني تصاب بخسائر، ربما تنجح اسرائيل في اغتيال بعض قادتها او تصفيه بعض مقراتها، لكن كفكره وكتيار وكجزء من الشعب الفلسطيني لا يمكن القضاء عليه طالما ان الشعب الفلسطيني موجود. اما هدف استعاده الاسرى فبلا شك ان هذا هدف مستحيل ايضا في ضوء استمرار القصف والتدمير الهائل وايضا انتشار الاسرى على مساحه واسعه وعددهم الكبير، وبالتالي إدراك المقاومة أن هؤلاء هم كنز ثمين في يدها، لا يمكن التفريط بهم إلا مقابل صفقة شاملة تشمل الإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعددهم الآن جاوز 9,000 معتقل، كانوا 6,000 قبل بدء الحرب. على كل حال يعني يبدو أن الأهداف الحقيقية لكل هذا الدمار هو دفع الشعب الفلسطيني، تهجير الشعب الفلسطيني. نعم. طيب معارضة يعني حاسمة من قبل مصر كما أن تفضلي. نعم. طيب سيد نهاد، في الساعات الأخيرة أعلن الرئيس الأمريكي إعلانه جاء لإحراز تقدم في مسار التوصل لهدنة في غزة. برأيكم هل الهدنة المؤقتة التي تسعى إليها واشنطن كافية لتدارك هذا الوضع المأساوي الحالي؟ وفي حال أنها غير كافية، ما هو البديل؟ يعني على الإطلاق يعني نحن نتابع ما يقوله المسؤولون الأمريكيون وقادتهم الذين يواصلون الحجيج اليومي إلى تل أبيب وإلى دولة إسرائيل. يعني أولا الرئيس بايدن قال هذا الكلام بشكل عابر يعني وهو مار يعني في طريقه إلى يعني مكان آخر. ثانيا، الإدارة الأمريكية تركت أمر الممرات الإنسانية لإسرائيل لكي تتصرف بها بناء حربية، فتحدد هي أي إسرائيل المكان والزمان ونوع المواد التي تدخل ولماذا والوقت الكافي وإلى آخره. بالتالي إسرائيل استخدمت موضوع الممرات الإنسانية كأداة، قالت أنها ستمنع وصول لشمال قطاع غزة وستسمح بها فقط في الجنوب، أي أنها تحض جنوبا وبالتالي تستخدم الممرات الإنسانية والقصف الثقيل والتخويف وكل هذا الهلع لدفع الناس إلى الهجرة. وهناك أطماع استيطانية معلنة على كل حال وليست استنتاجية،
باقتطاع جزء من مساحة قطاع غزة. ثم أنه يعني هذا كلام واضح أنه لاستهلاك الرأي العام، لكن في الحقيقة أمريكا يعني تصطف بشكل كامل إلى جانب العدوان، سواء في الجسر الجوي الذي يقفل إسرائيل عتاد وذخائر وأسلحة جديدة، ثانيا بتحريك حملات الطائرات في المتوسط وتهديد أي طرف إقليمي يمكن أن ينحاز للشعب الفلسطيني، فضلا عن مشاركة قادة وجنرالات يعني بشكل مباشر في يعني إدارة الحرب وفي الاستطلاع وفي توفير المعلومات اللوجستية وما إلى ذلك. حتى موضوع الممرات الإنسانية لا يجري الحديث عنه إلا باعتباره وسيلة لإخراج مزدوجي الجنسية وبعض الأجانب، وليس لإيصال مواد الإنسانية الضرورية للشعب الفلسطيني المحروم من كل أدوات من كل وسائل الحياة منذ شهر. نعم، أشكرك مدير مركز المسار للدراسات السياسية نهاد أبو غوش، كنت معنا عبر سكايب من رام الله.